أن نستضيف العقيد أحمد حديد مدير البطاقة الوطنية الموحدة في منطقة الكرادة الشرقية. صباح الخير سيادة العقيد، ونورت برنامج يوم جديد. تحياتنا لك. أنا ما أعرف كنت ملتهي وكنا طالعين أنا مباشرة، لكن قلت لي مشكلة ما أعرف إيش نسوي مشاكل. قلت عليه غير؟ عليه إيش طبعا. شكرا جزيلا على الاستضافة ومن خلال قناة رشيد الفضائية على هذه الدعوة الكريمة لتسليط الضوء على عمل دوائرنا العاملة بنظام البطاقة الوطنية الموحدة. شكرا لك. أكيد هذا الموضوع ببالغ الأهمية، وأكيد هنالك الكثير من التساؤلات والاستفسارات حاب المواطن الكريم يحب أكيد يتنور بها من خلالك ومن خلال وجودك اليوم في استوديو برنامج يوم جديد. لذلك راح تكون أيضا الأرقام موجودة أسفل الشاشة، اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار أكيد سيادة العقيد راح يجاوب عن كل أسئلتكم واستفساراتكم. طيب سيادة العقيد، بداية بلغ عدد البطاقات الوطنية التي صدرت إلى الآن بعد مرور أكثر من سنتين على انطلاق المشروع، يعني في عموم العراق تقريبا احنا تجاوزنا 9 ملايين بطاقة. 9 ملايين نعم. بعموم العراق نعم. على مستوى دائرتنا، دائرة الأحوال المدنية في الكرادة الشرقية، اللي عدد سجلاتنا سجلات الأحوال المدنية هي 464 سجل، فجاوزنا 250 ألف بطاقة منذ بداية عمل دائرتنا في 11/8/2016 إلى هذا الوقت. نعم نعم سيادة العقيد، تحدثنا عرفنا عن عدد البطاقات الصادرة، حابين نعرف عن عدد الدوائر اللي تصدر البطاقة الوطنية. الحقيقة هي بالنسبة للدوائر اللي تم العمل في دوائر على مستوى عموم العراق، على عدد دوائرنا اللي هي أكثر من 350 دائرة أحوال مدنية، يعني المتبقي أقل من 30 إلى 40 دائرة، يعني أكثر من 320 دائرة أحوال مدنية بوشر العمل بها بنظام البطاقة الوطنية على مستوى العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. طيب سيادة العقيد، هنالك سؤال ممكن نقول عنه سؤال قديم لكن هو جديد بما أنه راح نطرح اليوم وراح نستذكره أيضا، ما هي آلية إصدار البطاقة الوطنية، وهل هنالك مستجدات يعني أضيفت إلى هذه البطاقة؟ الحقيقة هي آلية العمل، بدءاً البطاقة الوطنية هاي الوثيقة الرسمية الوليد الإلكتروني الحديث الذي هو جاء تخفيفاً عن كاهل المواطن. المواطن بالسابق كان يعني يشكو من تعدد الوثائق التعريفية والثبوتية إلى اللي هي هوية الأحوال، شهادة الجنسية، بطاقة السكن، بطاقة التموينية. لما يراجع أي دائرة من دوائر الدولة لقضاء معاملته يضطر إلى أن يأخذ هذا العدد من المعاملات من الوثائق. الآن إحنا دا نتعامل مع وثيقة واحدة فقط غطت وعوضت عن هذه الوثائق اللي هي البطاقة الوطنية الموحدة، واللي هي مثل ما ذكرت حضرتك صدرت بموجب قانون البطاقة الوطنية المرقم 3 لسنة 2016. الآلية يعني تكاد أصبحت معروفة ل يعني عموم الناس، البسيط المواطن والمواطن المثقف وغير المثقف. تبدأ عملية التقديم إلى البطاقة، الحصول على البطاقة الوطنية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البطاقة الوطنية وقيام المواطن بملء الاستمارة الإلكترونية عن طريق يعني وسائل الاتصال الموجود حتى الموبايل، فيسحب الاستمارة بيته يراجع. طبعا هناك احنا عندنا حجز إلكتروني، إلا أن في يعني كثير من دوائرنا الآن لغى الحجز الإلكتروني. المواطن أي دائرة من دوائر مثلا الموجودة المنصورة والعظمية يقدر يروح بأي يوم. الدوائر اللي عليها زخم لحد الآن ومنها دوائرنا طبعا، لا احنا العمل عن طريق حجز إلكتروني مسبق، والحجز هو يعني يوم واحد يعني 24 ساعة يوم المواطن. عجب بعد هذا الزخم لحد هذه اللحظة، يعني مع العلم انه انتوا اجنستوا يعني تقريبا بعموم العراق نقدر نقول ما ذكرت 9 مليون بطاقة. اي مو هي شنو الفكرة، كل دائرة احوال يعني تحوي على عدد من السجلات الاحوال المدنية يعني نسبة الى كثافة السكان المسجلين في هذه الدائرة، وبالتالي عدد المواطنين اللي يقدمون للحصول على البطاقة في ذلك اليوم لغرض تنظيم يعني آلية العمل في تلك الدائرة ولتسهيل أيضا والانتفاء بأي خطأ يعني بالضبط، لا حتى سهولة مراجعة المراجع يعني المواطن يعني قسمت إلى عدد
او قياسا الى عدد السجلات الموجوده بالدائره. فاحنا مثلا دائره احوال الكراده قلت لك مثل ما قلت لك 464 سجل، فيجوها تقريبا بحدود ال 500 الى 750 مراجع. وعندنا ايضا حالات الواقعات الحياتيه اللي هي 22 حاله، مثل حاله تسجيل الولادات الحديثه او حالات تاشير الوفاه، زواجات، الطلاق، دخل القيود، هاي كلها تضاف، هاي كلها اضافه الى العدد اللي هو طلب حجز مسبق. نعم سيادة العقيد، وهناك تساؤلات من الناس تقول يعني انه هل الكل مشمول بهاي اصدار البطاقه الموحده حتى الاطفال؟ لا، احنا بال حقيقة اللي قلت لك يعني هو لإجراء تنظيمي. نعم. يعني اللي الأطفال اللي هم دون ال 12 سنة. نعم. حاليا هويات الأحوال اللي ممنوحة لهم هي عاملة. نعم. بإمكان يعني الطفل اللي هو 12 سنة فما دون يقدر يراجع مثلا الحصول على جواز سفر أو تسجيل مدرسة أو كذا. لأن هوية الأحوال هي يعني نعم. نافذة، ماكو إشكال بها. نعم. أما في بعض الأحيان مثلا الهوية الأحوال اللي هو بهاي الفئة العمرية ما بيها صوره، بامكان المواطن يراجع، واضافه الى الطفل يكون والديه امه وابوه ايضا وبدون حجز، او مثلا الهويه تتلف او تضيع، ف بامكان المواطن ان يجي وان كان عمره يعني دون حجز. وبالتاكيد ايضا نحب نذكر انه اي عند اي شخص يتابعنا حاليا عنده اي ملاحظه او اي استفسار اكيد راح نستقبل اتصالاتكم. طيب ايضا هنالك موضوع الرقمنه بموضوع البطاقة أو الرقم العائلي، حدثنا عن هذا الرقم، شنو ممكن أنه يضيف البطاقة؟ الحقيقة هي الأسباب الموجبة لصدور قانون البطاقة الوطنية مثل ما ذكرت هي إضافة إلى التخفيف عن كاهل المواطن ولتقليل عدد المستمسكات أو الوثائق الثبوتية، أيضا مواكبة للتطور الحاصل بدول العالم. يعني عندنا هسه الحوكمة، الحكومات الإلكترونية، أيضا مجال البيانات اللي يعني المعلومات المدنية اللي تخص قيود المواطنين. يعني في دول العالم المختلفة ليس من المعقول أن يبقى العراق والمواطن العراقي يعمل بآلية قديمة بسيطة هي آلية الورقة والقلم والسجلات القديمة المتهالكة. وبالتالي هسه احنا من خلال عملنا نشوف الأخطاء اللي يعني ارتكبت من قبل الموظف اللي كان سابقا يعمل على سجلات الاحوال المدنيه، من اخطاء املائيه يعني، ومن كذلك اكو امور او بيانات لا بيانات يجوز قدمها المواطن بصوره غير صحيحه. بهاي الاليه الجديده احنا اصبحنا نتعامل مع المواطن كرقم. رقم هو الرقم التعريفي او الرقم الوطني اللي هو يميز المواطن عن غيره من المواطنين، ويمنح له من لحظه ولادته ويستمر معهم الى بعد مماته. يعني ولا كل بطاقه لها رقم خاص بها. نعم، كل مواطن يحمل رقم وطني خاص به، هذا الرقم لا يمنح لغيره حتى بعد وفاته. هذا الرقم طبعا هو يتكون من 12 رقم، يشمل يعني المفردات اللي موجوده بقيده من مواليده الى السجل الى الصحيفه، وبالتالي عملية الوصول إلى هذا الرقم أو إلى المواطن عن طريق هذا الرقم تكون أسهل أكيد. وكذلك الرقم العائلي اللي هو يميز أفراد هذه العائلة دون غيرهم من العوائل أيضا، ويتكون من 18 مرتبة، وأيضا يمكن من خلاله الوصول إلى معلومات السجل المدني الخاص بتلك العائلة. طيب سيادة العقيد، أما بالنسبة للمغتربين يكونون يعني بغير دول المغتربين، كيف يعني الآلية أن هم يصدرون بطاقة وطنية موحدة؟ احنا الحقيقه يعني مرحله اولى الان نغطي عموم دوائرنا الاحوال المدنيه داخل العراق والمواطنين المسجلين بها في الوقت الحاضر. اما بالنسبه للمغتربين اللي هم خارج العراق بامكانهم في الوقت الحاضر، اللي ما يريد يجي داخل العراق بامكانه ان يوكل شخص مكانه، ويمكن ان يسجله بدون حضور، تسجيل الكتروني بدون حضور، ونزوده اي يدخل كل المعلومات اللي خاصه به، ونمنح صورة قيد إلكترونية. بإمكان هذه صورة قيد إلكترونية المواطن العراقي المغترب أن يكمل كل المعاملات اللي يحتاجها من إصدار جواز أو إقامة وما إلى ذلك. هذا بالنسبة كمرحلة أولى طبعا. هذا بالنسبة للمغتربين اللي هم حاليا خارج العراق. لكن هذا يعني أنه اللي موجود بداخل العراق ما يقتضي حضوره إذا كان ممكن أنه يقدر يدز معلوماته، لذلك راح نمطي على سبيل المثال يعني العاجزين مثلا كبار السن اللي ما يقدرون عبر المقاطعة. سيادة العقيد خلينا ناخذ سارة من بغداد. صباح الخير عليك يا سارة.
استاذ عمر. يا مرحبا، كل هلا بيك، صباح الخير. ممكن اسال سياده العقيد؟ اكيد سياده العقيد معك على الهواء مباشره، تفضل. تمام. صباح الخير. صباح العقيد. يا مرحبا. سؤالي انا هويه الاحوال مرتين ضاعت عندي، مره وضاعت وطلعت وحده، وثاني مره كم ضاعت، يعني اقدر اطلع البطاقه الوطنيه؟ نعم. بالنسبه للاخت السائله، احنا مثل ما ذكرت قبل قليل عن بانه بامكان المواطن العراقي اللي يفقد مستمسكه يعني هويه الاحوال المدنيه ان يقدم بلاغ يعني باخبار عن فقدان هذه الهويه ويراجع مركز الشرطه. اي هو اعتيادي، هو اجراء يعني لمركز الشرطه، وبعدين القرار قاضي للمحكمه يعني قاضي يثبت لفقدان هويه الاحوال المدنيه، وبامكانك ان تراجعين الدائره اللي مسجله بها انت في اي وقت بدون حجز، يعني تراجعين وبالتالي يصرفوا لك بطاقه وطنيه جديده. يعني اطلع هويه احوال؟ لا مو هويه احوال، احنا بالنسبه لدوائرنا بعد انتهى العمل بهويه الاحوال، يعني الان الناتج لدوائرنا هي البطاقه الوطنيه الموحده. يعني من اريد اقدم اريد الهويه القديمه في الاحوال، يعني انت راح تسوي يعني انت راح تجيب وحده جديده. اختي العزيزه انت راح تقدمين اخبار عن فقدان هويه الاحوال القديمه لك، فبالتالي ما مطالبه بتقديم هويه احوال، ولكن تقديم بقيه المستمسكات من شهاده جنسيه الى بطاقه سكن، وتراجعين دائره الاحوال اللي مثبته فيها سجلك، وتمنحين بطاقه وطنيه حديثه. نعم يا اخت ساره، شكرا لاتصالك. بما انه اكد سياده العقيد انه ما يحتاج تطلعين بعد هويه الاحوال المدنيه مره ثانيه، خلاص بس مجرد انه تبلغين عنها. معنا اتصال يمكن اخر يا غصون. نعم محمد من الانبار. صباح الخير يا محمد. صباح النور اختي العزيزه، شلونكم؟ شلون الصحه؟ يا مرحبا. الحمد لله. تفضل. اقدر اشرح شويه سياده العقيد؟ تفضل. اكيد. نعم نسمع. صباح الخير سياده العقيد. صباح النور يا اهلا. بالنسبه سياده العقيد اللي يصدر هاي البطاقه الموحده، يلغى عنا الاشتباه مثلا تترس اكو هاي التشابه الاسماء الثلاثي، اسماء مطلوبه اسماء كذا. فمثلا اذا هو يريد يطلع هاي البطاقه الموحده يلقى ان هذا الاشتباه الثلاثي ويا غير اسماء مثلا. سؤال جيد ومهم. احنا الحقيقه يعني ذكرني الاخ السائل من بين ال خلينا نقول فضائل البطاقه الوطنيه هي انه قسم المواطنين يعني كان يعانون من تشابه الاسماء. كان يراجع مثلا الى دائره معينه بجوازات او بسيطرات. البطاقه الوطنيه كمنظومه مرتبطة ببقية يعني الأجهزة الأخرى المرتبطة بوزارة الداخلية، وبالتالي موضوع التشابه بالنسبة للمواطن العراقي اللي يحمل بطاقة وطنية بعد رفع عنه الاشتباه. انشال عنه هذا الحين. يعني هذا أحد أهم مزايا هاي البطاقة، أنه خففت عن كاهل المواطنين في مجال هو يعاني من هذا الموضوع، لذلك بعد ما لا بالنسبة لك احنا عندنا أيضا مرتبطة بمنظومة متكاملة مع بقية الأجهزة الأمنية الأخرى. نعم إذا يعني بعد ما تغلق التليفون مباشرة من عندنا وبوجهك على البطاقة الموحدة حتى تخلص من هذا الموضوع، الظاهر يعاني من مشكلة الاشتباه بالأسماء. أكيد الأسماء عندنا علي حسين. طيب نجم ويانا نجم من بغداد، صباح الخير عليك يا نجم. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل هلا يا مرحبا. كل هلا بيك. تفضل. الله يرضى عليك. نعم. احنا من سكنة بغداد الكرمالية. نعم. وقالوا الرصافة هسه ما لها بطاقة موحدة. وين اروح؟ يا منطقة يا منطقة اخي العزيز. انا ومرتي وبنتي. يا منطقة اخي العزيز. نعم. يا منطقة انتم؟ احنا الكرمالية حي الكرمالية. حي الزهراء. الكرمالية بعد المشتل. اسمع الاجابة من سكنة. قالوا الرصافة بعد ما لها بطاقة موحدة. احنا الحقيقة بالنسبة لل الاشكاليه اللي تكاد وان شاء الله انتهت هي قله الابنيه المخصصه لدوائر. فالاخ السائل هنا يبدو ان سجله في دائره احوال الرصافه. نعم. اللي نعم دائره احوال الرصافه الحقيقه الان تهيئ لها دائره يعني لغرض نصب المنظومه الالكترونيه فيها والعمل ارشف السجلات وبدايه العمل بمنح البطاقات الوطنيه للمواطنين المسجلين في دائره احوال الرصافه، ان شاء الله فتره قريبه جدا ان شاء الله. يعني هي الدائره الوحيده اللي بقت ببغداد. ممكن تراجع. طيب سياده العقيد، قبل ما اخذنا الاتصالات خلينا نرجع لسؤالنا اللي سالته. واحنا تحدثنا عن المغتربين، وانا سالتك ايضا انه العاجز او المسن او رجل كبير اللي ما يقدر يوصل الى الدائره. دائره البطاقة. احنا ايضا المديريه لم تكفل هذا الجانب الانساني ايضا بالنسبه للناس كبار السن العجزه، فاحنا كدائره احوال
كرادة الشرقية الحقيقة بداية العمل قمنا بمنح البطاقات الوطنية لعوائل شهداء التفجير الإجرامي في الكرادة الشرقية انتقلنا لهم وكذلك إلى دور الأيتام دار الهدى ودار الأمل أيضا يعني قسم المستشفيات الراقدين بالمستشفيات اللي هم يحتاجون البطاقة لغرض مثلا سفرهم أو كذا هناك محطة محمولة محطات يعني مو ليست واحدة تذهب من خلال كادر متخصص إلى هذا الشخص الذي يعجز عن الحضور إلى دائرة الأحوال حتى السجناء سيادة العقيد؟ نعم أي حالة أخرى يعني يحول ظرف الشخص بحضوره إلى الدائرة هناك محطات محمولة تنتقل إلى محل تواجد هذه الشريحة ومن أخذ البيانات البيومترية لهم وتصويرهم ومن ثم صرف البطاقات الوطنية لهم في المركز المخصص. طيب سيادة العقيد حابين نعرف عن الإقبال بعد سنتين من إصدار البطاقة الوطنية الإقبال كيف حيكون بعد سنتين؟ والله إحنا هسه أنا أحكي لك عن دائرتنا دائرة الأحوال الكرادة الشرقية إحنا بدينا 11/8/2016 يعني بالبداية أكيد كان شوية زخم المواطن متلهف للحصول على هذه الوثيقة وكانت أيضا هناك فد يعني آلية معينة لمنح البطاقة ذكرت قبل قليل بأنه إحنا نعمل ما زلنا نعمل بآلية حجز مسبقة وبالتالي يرتاد لدائرتنا عدد يعني يربع 500 إلى 750 إضافة للحالات اللي ذكرتها قلت لك اللي هي حالة الحالات الواقعات الحياتية اللي أيضا بال200 إلى 250 فبالتالي هناك إقبال الحقيقة يعني كبير على دوائرنا للحصول على هذه المسلسل. طيب سيادة العقيد أريد نتحدث عن المعوقات شوية نحكي من جانبكم أنتم إحنا نعرف اللي كل خطة جديدة ولكل عمل ممكن أنه نقدر نقول عليه عمل مثمر ممكن أنه يخدم المواطن العراقي بصورة عامة هنالك بعض المعوقات هل واجهتم معوقات في هذا البرنامج اللي وضعتوه من خلال سنتين؟ هو بالتأكيد كل عمل جديد لابد أن تشوفه هناك من الكثير من المشاكل والمعوقات ولكن جهود العاملين في هذه المنظومة من خلال الوزارة متمثلة بوزارة الداخلية سيد الوكيل والسيد المدير العام واللواء نشأة الخفاجي مدير البطاقة نوجه لهم تحية لهم التحية من خلال يعني شاشتكم وكذلك العاملين في دوائرنا دوائر البطاقة الوطنية هناك كوادر متخصصة الضباطهم كلهم مهندسين متخصصين بمجال البرامجيات وهندسة الحاسبات الحقيقة أي مشاكل اللوجستية إحنا نعمل على تبديلها إلا أن المرحلة السابقة مرحلة العمل الورقي المواطن قد هو المشكلة قد تكون يعني مشتركة بالنسبة للمواطن والعامل في هذا على هذا النظام الأخطاء اللي موجودة بالسجلات وإمكانية التصحيح أو المعالجات القيدية المواطن في كثير من الأحيان يتذمر منها يعني هناك أخطاء مثلا في اللقب بالتولد إما أن أيضا موجودة موجودة لأنه يعني السجلات اللي عاملين عليها هي سجلات إحصاء عام 1957 أي أنها مضى على يعني العمل بها أكثر من 50 سنة وبالتالي الأخطاء اللي موجودة لابد أن تكون آلية معينة من خلال ضوابط وسياقات عمل وإجراءات قانونية لغرض يجب أن يكون اللقب موجود بالبطاقة لا أنا دا أحكي لك يعني على من بين الإشكالات اللي كانت موجودة نعم يعني مواطن مثلا لقبه هو فلان شيء مثلا والموجود اللي يطلع مو هو يقول لك أكو غلط باللقب مالتي أو مثلا من النقل من دائرة معينة اللي هي يسموها احنا نسميها أصل قيدة البنية لما نقلت مع زوجها من خلال عملية النقل أكو أخطاء مثلا الموظف ارتكب خطأ بالاسم او مثلا بسبب ركاكة الخط اللي موجود به هذا الان من المواطن اجى يطلع بطاقة لها آلية معينة وسياقات عمل معينة لغرض تصحيحها طيب سيادة العقيد هناك بطاقات تكون بها لقب بطاقات اصلا ماكو لقب يعني هل بعدين بالاضافة انه يكون يعني بها لقب نقدر نضيفه فيما بعد الذي يحدث بأن أننا نصدر بطاقة الوطنية استنادا لما مثبت في قيد المواطن يعني إذا كان المواطن لديه لقب إزاء قيده فتنقل هذه المعلومات في البطاقة بطاقة الوطنية كما هي وإن لم يكن هناك لقب فليس لا يوجد أو لا يثبت اللقب في هوية في بطاقة البطاقة الوطنية طيب سيادة العقيد أريد نتحدث عن نوعية البطاقة الوطنية هل هي قابلة للتلف مثلا هل ممكن يعني بعض الاشخاص ممكن انه نعرف احنا الزوجات او ربة الاسره قبل تجيب لنا تخليها بالغساله معروفه ممكن انه تنتلف هذه البطاقه لو ممكن انه هي مصنوعه من مواد
تبقى محافظة على هيكليتها، محافظة على الألوان الموجودة أو الأنساب الموجودة. إحنا بالنسبة لجسم البطاقة أو البدن البطاقة يعني صنع وفق مواصفات يعني عالية الجودة للحد من ظاهرة التزوير. طيب. إلا أنها بالنتيجة هي أيضا جسم معرض للكسر أو للتلف أو كذا. هذا المواطن أيضا من خلال سؤالك هسه أدعو المواطنين من خلال شاشتكم إنه هذه الوثيقة يعني المواطن يجب عليه أن يقدر الجهود الضخمة. يعني هذا الجهد الذي يبذل لإصدار هذا الوثيقة من ملاكات بشرية وتدريبها وكذلك أبنية، لابد أن المواطن عليه أن يحافظ على هذه الوثيقة، لأنه هي مو من السهولة أنه مرة تلف يرجع ويحصل على بطاقة بدل تالف. أو أيضا المواطن ليش مو من السهولة؟ أنا هذا السؤال أيضا أريد أسألك، يعني هي ممكن أنه يعني يحصل بها تلف مثل ما ذكرت أنت، ويعني ممكن أنه تحدث مثل هكذا حالات. طيب هل آلية إصدار بطاقة جديدة هي مشكلة؟ هي أسهل بكثير من المنح لأول مرة، لأنه طيب. المواطن اللي تتلف هويته أو ضيع ما كل ما هنالك حتى استماره الكترونيه ما يحتاج ولا طالبه بمستمسكات، كل ما هنالك يجي يصور مره ثانيه ونمنحها بطاقه بدل التالف او بدل الضائع. نعم، وحابين نعرف ايضا من مميزات هاي البطاقه، هل هي تكون يعني قابله للتزوير؟ يقدرون يزوروها ويمشون بها بالمعاملات الرسميه ولها؟ نعم، ما رصدتوا حاله تزوير؟ احنا انا ذكرت قبل قليل يعني انه البطاقه نعم كوثيقه حقيقه يعني روعي في إصدارها أن تكون يعني موافقة وملائمة للمواصفات العالمية المعمول بها بالدول الأخرى. نعم. فإمكانية التزوير حقيقة يعني صعبة التزوير. أي ولكن موضوع الإتلاف أو الكسر أو الفقدان هاي تبقى من المواطن نفسه. طيب سيادة العقيد، هل هنالك وقت محدد ممكن إنه تنتهي به العمل بهذه البطاقة؟ طيب هل هنالك أيضا وقت من أجل منح فرصة تمنح لي المواطن من أجل مراجعة هذه الدوائر من أجل إصدار بطاقة معينة لو الوقت مفتوح لك؟ لا، الحقيقة هي بالنسبة للوثيقة يعني كبطاقة أيضا بها مدة نفوذية معمولة شلون كانت طوية الأحوال، هي 10 سنوات باقي. 10 سنوات حلو يعني، ولكن بالنسبة للفترة المواطن اليوم متاح إلى الوقت في أي وقت ويعني راجع الدائرة اللي مسجل بها، وإحنا عندنا كثير من دوائرنا تعمل بنظام يعني الشفتين إذا مو الصبح يعني بعد المسائي أكو شفت مسائي، فبالتالي المجال مفتوح للمواطن في أي وقت أن يراجع دوائرنا الحصول على الوثيقة. طيب من خلال عملكم يعني لقيتوا أنه أكو شكاوى من المواطنين تكون في خصوص البطاقة الوطنية، هل يعني عندكم أرقام هواتف أو مواقع إلكترونية يراسلوكم بها أو يقدمون بها شكاوى المواطنين؟ الحقيقة إحنا عموم دوائر الداخلية مو بس يعني دوائر الجنسية أو البطاقة الوطنية، النوافذ التي المواطن يسمع صوته بها إذا ما عانى من وجود شكوى أو كذا موجودة من خلال الأجهزة الرقابية الموجودة، مثل المفتش العام والشؤون الداخلية، وكذلك إحنا بالنسبة لنا كمديرية الجنسية العامة الحقيقة أبواب السيد المدير العام مفتوح بأي وقت، وكذلك السيد اللواء مدير لواء نشط الخفاج مدير البطاقة، وإحنا كمدراء دوائر الحقيقة تلاحظون يمكن إجونا أكثر من قناة فضائية ومنها قناتكم يعني صوروا الواقع عمل دوائرنا ميدانيا. يمكن ما نقعد بمكاتبنا إلا قليل، شوفونا بين المواطنين وبين العاملين في دوائرنا لغرض تذليل أي مشكلة وأي معوق يعني يمكن يواجه المواطن خلال مراجعة الدوائر. نعم، اللي عنده مشكلة سيادة العقيد ممكن يعني عنده مشكلة حاضرين مع الناس يعني ممكن انه ايضا يطلعوا حاضرين حاضرين اي شيء احنا ان شاء الله موجودين ماكو كل الله يسلمك. طيب سيادة العقيد ايضا اللي ممكن انه مطلوب قضائيا واللي عنده ممكن انه ايضا عليه صادر عليه بحقه امر القاء قبض، ممكن انه ايضا يراجع البطاقة الموحدة لو خلصت دائرة؟ لا، احنا بالنسبة لنا يعني كدائرة اي مواطن حتى بالقانون هي الحقيقة ضمنها بانه البطاقة هي متاحة لاي مواطن عراقي بامكانه، اي ما حدد الشريحة او الفئة اللي تمنح له الفئة او الشريحة التي لا تمنح، كل العراقيين لهم الحق بمراجعة دوائرنا والحصول على البطاقة الوطنية. طيب شو تقول للعراقيين بما انه احنا حاليا وصلنا الى ختام حوارنا لهذا اليوم بما يخص البطاقة الموحدة، سيادة العقيدة كنت حابة توجه رسالة بما يخص هذه البطاقة والعمل بالبطاقة وأيضا بما يخص مراجعة دائرتكم؟ والله إحنا نعيد اللي ذكرنا قبل قليل بأنه دوائر الأحوال المدنية
هي دوائر المواطنين، دوائر مواطننا العراقي، واحنا دوائر ابواب هذه الدوائر وقلوب العاملين في هذه الدوائر مفتوحه لعموم ابناء شعبنا العزيز. ولكن في بعض الاحيان قد المواطن يعني يسلك يعني في الطريق هو ماكو داعي للسلوك، مثلا يعني يشوف له معقب بالباب يقول له تعال ده اسوي لك. الدوائر مفتوحه والابواب مشرعه على مصراعيها، ولا يوجد اي شيء يعيق ويمنع المواطن من الحصول على البطاقة الوطنية، فلا داعي لأن يسلك هذه الطرق الملتوية. وكذلك نطلب من خلال شاشتكم مواطننا أيضا أن يكون صدر رحب ويتحمل إذا أكو إشكالات بالدوائر، لابد أن يكون هناك بعض الإرهاصات اللي تحدث في كل دوائر الدولة. بطاقتكم أكيد مباركة سيادة العقيد، ونتمنى أنه هذه البطاقة يبقى فعلا معمول بها لمدة 10 سنوات، ما نتمنى أنه أيضا تستبدل بشكل جديد او بفكره جديده. احنا نعرف دائما بعض الهويات دائما بين فتره وفتره تستبدل، تجدد. ممكن انه تجدد، ممكن تكون ترافقها بعض التعديلات، لكن الحمد لله شكر هذه البطاقه معمول بها وكانت ايضا ناجحه. لكن هنالك ايضا قبل ما نختم حوارنا وياك بعض المشاكل حدثت في بدايه اصدار هذه البطاقه، بعض الدوائر الرسميه او الحكوميه لا تعمل بهذه البطاقه او تطلب من الحامل هذه البطاقه جلب بعض المستمسكات الرسميه، وانت تعرف على المستوى الشخصي بهذا الامر، شو تقول؟ انت ذكرت يعني لا بالعكس بالعكس دين. احنا بالنسبه ان الماده 35 من قانون البطاقه رقم 3 لسنه 2016 اكد بينت بانه البطاقه الوطنيه هي وثيقه تعريفيه للمواطن ووثيقه قانونيه، والزمت الدوائر الدوله كلها على الاعتماد على هذه الدائره. وكذلك هناك هذا اللي اقرا لك اياه الان هو تعميم من امانه مجلس الوزراء الموجود هنا ايضا العدد 13940 في 18/5/2016 منذ بدايه العمل اللي يبين على اعتماد البطاقه الوطنيه الجديده لمن صدرت لهم للمواطنين وثيقه تعريفيه بدلا عن هويه الاحوال وشهاده الجنسيه وجواز السفر، وعلى كافه دوائر الدوله العمل بهذه الوثيقة. خلاص كافة دوائر الدولة. هذا قانون وهذا توجيه أمانة مجلس الوزراء. شكرا لك سيادة العقيد ونورتنا اليوم بالاستوديو، وأتمنى لك إن شاء الله نهار سعيد وأمين. شكرا لك سيادة العقيد، مرة ثانية نورتنا.